هذه الحلقه غادي نعالج الحاجه الاولى من بين الثلاثه اللي تكلمنا عليهم في المره الفايته واللي كيتعتبروا اساسيين بزاف وكل طالب خاصو يبحث عليهم ويعمرهم الا بغى يسوفي راسو من اللي سايلي قريتو ان شاء الله، واللي هما لي كومبيتونس تكنيك، لي كومبيتونس لانغويستيك، اي لي كومبيتونس كومبورتمونطال. غادي نبقى نذكركم بهم في كل فيديو من هذه السلسله حتى تحفروا لكم في الراس. الوغ كيفاش يوليو عندي لي كومبيتونس تكنيك؟ يعني تقنيا نكون مؤهل باش نزاول واحد الخدمه او مهنه. فهنا غادي ندخلو مباشره في التدريب. خاصك تدرب، دوز لي ستاج ولا شي خدمه ويعلموك فيها. وكيفاش اسيدي انا غادي نلقى هاد ستاج؟ غادي نعطيك جوج الاقتراحات. الاول كيتمثل في الطريقه الكلاسيكيه واللي هي نصايب سي في ولا ليتر دو موتيفاسيون ونمشي ندفع لهاد لونتربريز لهذا لهاد لونيتي اندستريال. دفع وجد سي فيات ولي دوموند بزاف، وانت وزاره كيقدر يسعفك الحظ ويعيطوا لك شي شركه. ويمكن لك تستعان بجوج لي فيديو في القناه فيهم الخطوات بالتفاصيل، غادي يعاونوك ان شاء الله. وبالنسبه سي في ولا ليتر دو موتيفاسيون مازال غادي نخدموا عليهم بطريقه احترافيه ان شاء الله في هذه السلسله، وكل واحد فيكم غادي يولي قادر يصيب ديوله بوحديتو بلا ما يقدهم ليه شي حد اخر. دابا الاقتراح الثاني واللي فعال وكيعطي الاكل ديالو وهو اللي خدام اليوم بزاف، لا ريكومونداسيون ولا نقدروا نقولوا الريزو ديالك، المعارف. الطريقه اللي غادي تمهد لك الطريق بزاف وتدوز لي ستاج وتكتسب المهارات التقنيه وادوات العمل وتدبر حتى في خدمه واللي هي اللي داير عليها كل شيء. غادي تقدر تقول لي ما عنديش معارف، ما كنعرفش ناس خدامين في شركات، ما كنعرفش ناس فايتيني اللي غادي يسهلوا عليا هذه الخطوه. هي في الاصل ديالها ماشي ما عندكش ولا ما كاينينش، ولكن انت ما قلبتيش عليهم وهما ما غاديش يجيو لعندك. باش يكون في علمك انت اللي محتاج وخصك تقلب عليهم. والله سبحانه وتعالى تيقول لنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اذا التعارف ماشي حرام وماشي عيب. ولا بان لي شي واحد غادي يقدر يعاونني ولا يسهل عليا شي حاجه، فخاصني نتقرب منه ونصنع معاه علاقه طيبه ونقويها مزيان، ونهار غادي نحتاج ديك الحاجه وغالبا ما غاديش يقول لك لا الا كان قادر يديرها، ولا ما كانش قادر يديرها غادي يعاونك ويركومونديك لشي حد اللي كيعرفو. للاشاره ما تخلطش ما بين الدل وطلب واحد الخدمه، حيت كاين اللي محتاج واحد الحاجه وكيبان ليه واحد الشخص قادر يعاونو فيها وكيبقى متردد وحشمان وما نمشيش لعنده وما نقولش ليه السلام، وهذا الشيء كيدخل في الشخصيه ديالك، خاصك تخدم عليها. فخاصك تعرف تفرق ما بين كل حاجه، فهذه هي اللي بقيتها باش تبدا تخلق في واحد الشبكه ديالك اللي غادي تعاونك. ويمكن لك تستعان بمواقع التواصل الاجتماعي واللي كيعاونوا بزاف، وبلينكدين هذا الريزو اللي مهم بزاف اليوم واللي مازال غادي نهضروا عليه ان شاء الله في حلقه خاصه. ولكن اللي نوصيك عليها ما تطلبش في الاول حتى تهضر مع ذاك الشخص، وكل مره سول فيه شويه. الا قدرتي تهضر معاه في شي موضوع اللي كيعجبو، شوف لي سونتر دانتيغي الميول ديالو الحوايج اللي كيبارطاجي، وملي تحس بالعلاقه ولات مزيانه من بعد اسبوع ولا جوج ولا حتى شهر ديك الساعه طلب. حيت الا طلبتي واحد السيرفيس من واحد الشخص وهو ما كيعرفكش فغالبا ما كيجاوبش على الميساج ديالك الا من رحم الله بيان سور. دونك خاصك تكون مبدع في الطريقه ديالك، وهذا الشيء اللي شاركت معاك فهو غير شويه، فحتى انت تقدر تصنع طرق واعره. مثلا تجلس في قهاوي هاي كلاس واخا ما عندكش التكلفه ديالهم، خد شي حاجه بسيطه وتما غادي تلقى الناس اصحاب الشركات والمشاريع كبار اللي خاصك غير باش توصل ليهم ولا شي واحد فيهم تدخل ليه السي في ديالك ما هي وما لونها. ها انت هنا تقدر تتواصل معهم مباشره، تمشي لصالات الرياضه في احياء راقيه وتدخل اون كونتاكت مع الناس، ما تعرفش رزقك فين. المهم زيد من راسك وابتكر شويه، وهذا الشيء اللي قلت لك راه مهم بزاف، ما تستهنش به. ولا بديتي فيه فعرف راسك انك بديتي كتخرج من المجموعه اللي فيها الاغلبيه، وغادي تما غادي وكتميز. المره الجايه غادي نهضروا على الطرق اللي غادي يساعدوك باش تطور اللغه ديالك، وغادي نتاخذوا شي حاجه اللي فعاله بزاف باش تفاليديو الاحتياج الثاني ديالكم واللي هما لي كومبيتونس لانغويستيك.